لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة فينبئكم بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من
شهادتهما لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين.